السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين يا جماعه زي ما عودناكم كل في الجيم مش اشتراكات ولا لايكات وحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس زي ما قلنا قبل كده. شعرنا نحب بعضنا ان شاء الله النهارده. اهلا بمليون مسا على كل الناس وكل اللي بيتابعوا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما كده قلنا قبل كده، صلى على النبي وصبحك الجميع من هنا لك وشير عشان يجي لك كل جديد. مشكله جامده بتقابل معظم الناس اللي بتربي الكلاب، سواء في بيت، في شقه، في مزرعه، في جراج، في فيلا، في اي حاجه. ايه هي المشكله دي؟ مشكله الاوراد. وطبعا انا نزلت فيديو قبل كده للكلب ماكس لما كان طيب ومع عند ناس صحابي، والكلب كان مليان قراد وحشرات ومتروس. طبعا انا قلت لكم انا الحمد لله عملت خلطه سحريه واشتغلت بيها على الكلب، وناس ياما كانت عايزه تعرف الخلطه السحريه دي. يلا بينا عشان نوريك الخلطه السحريه اللي مش هتتعبك ابدا 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 وهتريحك. في عندنا حاجتين، حاجه للكلاب وحاجه للمكان بتاعك. يلا بينا نشوف ايه الدنيا دي. طبعا اول حاجه الخلطه بتاعه المزرعه او جراج او مكان في بيتك ده اسمه دفوس. دفوس الاسم باين. ما انتوا بتصوروا كده وخلاص اهو. امال انا شايفه عمال يعمل كده يمين وشمال. طب ما اهو ايوه، هنفضل طول اليوم على كده عشان نشوف الاسم. يا رب تنطق معايا بس. ماشي، ده اسمه دفوس. ده عند الناس بتاعت الكيماويات والحاجات ديت اللي هي بتاعت الاراضي. دوت سم جدا 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 حلو قوي. بعمله ازاي دوت؟ مخرومه كده اهو. طبعا الديزانور والحاجات دي كانوا بيقول لك بتاخد 2 سم و3 سم على رطل وميه. طيب احنا هنا النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل ازازه ميه كده فاضيه. هنعمل كده، ادي 5 سم. ادي كده 15 سم. ادي 20 سم. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هجيب جاز. فين الجاز دوت؟ جوه بابا على ال هجيب جاز كده، هحط بمقدار نص كوباية مية اهو، بس كده بمقدار نص كوباية مية. وهجيب ازازة المية هروح مزودها مية. كده اهو، واحط الازازه بتاعت يبقى احنا كده عملنا ايه؟ حطينا 20 سم ونص كوبايه جاز عشان الجاز بيتفاعل معاه حلو قوي. وبرش في المزرعه في الجناب كده اهو اهو، برش في كل الاركان، الزوايا، الحيطة، كل حتة برش فيها. اما ارش كده اهو، المادة هنا اهو بتتفاعل على طول لان المادة دي حلوة قوي قوي قوي. انا طبعا بنعمل كده وبوريلك ليه؟ لان انا ببقى عانيت، فطبعا صرفت مصاريف ياما لغاية ما وصلت للحاجة دي. بنجيبها لك سهلة على طول بدل انت ما تتعب وبتقعد تجيب وبتدي للكلاب ابر تحت الجلد وبتدي ده وبتدي ده. فانا بعمل ايه هنا؟ هنا بريحك. فطبعا ما تبخلش بقى علينا اللي انت تعمل لنا لايك وتعمل لنا شير وتوزع الفيديو لكل الناس
طالما بنحاول اللي احنا نفيدك وبنعمل معلومات تفيدك سواء في تغذيه في تدريب في اي حاجه. زي ما انت شايف كده اهو، يرش في كل حته عندك، في الشقه، في الجناب، في الاركان، في الزوايا. تخلي عندك ازازه ازازتين من دي كده اهو، في اي وقت تروح رشش ايه؟ رشش بيها كل 3 4 ايام ترش. لما تيجي ترش كده اهو، يبقى انت عملت ايه؟ امنت نفسك وامنت مكانك وامنت كلابك. زي ما انت شايف كده اهو، ارش في كل الجناب، في كل الحيطان كده اهو. يبقى كده احنا عرفنا بنرشه ايه في المكان بتاعنا. طيب الكلب بتاعي عايز ارش عليه مليان قراد، والقراد ده عمل له حساسيه وعمل له طفيليات في الدم، عمل له جاب له بابيزيا، تعب الكلب في كل حاجه. طبعا اسرع حاجه لكن مش كل الناس بتجيبها اللي هو القرص البرافيكتو. ده تحفه حلوه قوي. بس القرص دوت عامل كام؟ 1200 جنيه، طبعا مش كل الناس هتجيبه. فاحنا بنعمل الوسائل البدايل اللي تريحك. طيب احنا كده خلصنا من ايه؟ خلصنا من حاجه. طيب عايز بقى انا ارش على الكلب بتاعي، هعمل ايه بقى؟ دي بقى اهم حاجه. طيب طلع لي كده كلب يا مروان. طلع لي الكلب الجيرمان اللي هنا. ماشي، عبال ما مروان يطلع نشوفه احنا ايه دنيتنا. طيب هنعمل ايه احنا بقى؟ هنجيبه بنزين. هنا بقى احنا عايزين نرشه على الكلب. طيب ايه بقى الخلطه السحريه اللي احنا هنعملها او اللي احنا بنعملها؟ الخلطه السحريه اللي احنا بنعملها للكلاب. يا رب هيصور ولا هيعمل ايه؟ انا ايوه يا حول الله يا رب، لا اله الا الله. انا بعمل ايه كده بقى؟ حوالي نص كوبايه بنزين او كوبايه بنزين. ايه ده؟ بنزين؟ بنزين. معقوله بنزين؟ انا قلت بنزين على الكلب. اصبر. طيب وبجيب هنا كده 3 ازايز افرازين. ده افرازين امن لان ده بشري. كده عملنا ايه؟ كوباية بنزين او نص كوباية، تمام؟ وازود مية. تمام كده؟ اقفل بقى ازازة البنزين. فين ال ازازة كده؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ نص ازازه نص كوبايه بنزين او كوبايه، وثلاثه افرازين، واقلب بالميه كده. طبعا دي اسرع وسيله هتامن بيها كلبك من القراد والحشرات. انسى، في يومين وهتلاقي ولا قراده ولا حشره، زي ما حصل معايا مع ماكس. بس اهم حاجه اهو زي ما انت شايف، برش يمين وشمال وفي ودان الكلب كده اهو، وجسمه كله اهو. الطريقه اللي ترش بيها اهي عشان برضو الناس تبقى عارفه برش ازاي اهو. بدعك جسمه كله اكني بحميه، واحده كده اهو عكس الشعر، وواحده راجع اهو كده، كل جسمه اكني بحميه اهو، كل كده جسمه اهو كده اهو، فوق وتحت وقدامه وكل حاجه اهو كده اهو. اهم حاجه طبعا ما دخلش الايه؟ الميه اللي البتاع جوه ودنه اهو. زي ما انت شايف كده اهو. اهم حاجه ان الكلب ما يبقاش فيه حساسيه، عشان لو فيه حساسيه جسمه هيحرقه.
كلب عندك ما فيهوش حساسيه هتعامل كده. طب لو الكلب فيه حساسيه هعمل ايه؟ هروح جايب ازازتين او ثلاثه افرازين وازازه خل في ازازه 2 لتر واملاها بالميه. ده برضو هيضيعه بس بيبقى ضعيف، لكن هو بيبقى سريع. البنزين مع الخل مع الميه تحفه تحفه تحفه. يا ريت تجرب، وبعد ما تجرب تديني تعليق من سيادتك وتقول لي ايه النتيجه. اهم حاجه ما يكونش الكلب عندك فيه حساسيه. تمام كده؟ انا جربت الشغله دي بعد ما عانيت سواء بالمزرعه او بالكلاب. عانيت وجبت حاجات، كل انواع الحاجات جبتها، بودره صيفيه، انواع البودره الملاسيد، كل الانواع الديزانور والبروتكس، كل الانواع وابر تحت الجلد. يعني عندي الكلب البلدي بتاع الناس الفرنساويين ده الوحيد اللي اخذ البرشامه البرافيكتو، الصلاه على النبي، ولا قراده ولا حشره ولا اي حاجه. اللي هو الكلب اللي بيبقى فيها اعراض بنشتغل بيها بدوت على الكلاب، والرش والجاز على المكان في المزرعه، ونشوفوا تعليقكم الجميل ونشوفوا ايه الدنيا. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده، ونرجو ان تكونوا استمتعتم معنا. وهنا هم سادتي وسادتي، تتبع حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.